رجعتكم فيديو جديد بيوم جديد. سو في الفيديو ده انا حوريكم ملابسي الصيفية لان عندي اغراض كثيرة وانا بحب فيديوهاتي تكون اطول من 10 دقيقة. سو حبقسمه لقسمين، سو حبنزل الفيديو ده بعدين بنزل واحد ثاني. سو يا اوبسلي كل الالوان اللي حتشوفوها حتكون مرة واحدة فاتحة لاني انا بحب الالوان. يلا خلونا نخش في الفيديو. بس قبل ما نخش في الفيديو، اذا راكم تدوا الفيديو ده احلى لايك، تشتركوا في القناه وتعلقوا تحت الفيديوهات دارين تشوفوها، وبرضو امشوا تابعوني في الانستغرام، تابعوني في التيك توك حقت العربيه والانجليزيه، وخلونا نخش حسب الفيديو. اوكي سو اول لبسه هي دي البلاوز دي، مره واحده حلوه اوبفيسلي بيضاء، سو لازم تكون منتبهه، وبرضو حتشوف كل الملابس انا اخذتها هناك عشان بس اجر كذا دي واشيلها. بس يا دي اول قميصه ولا بلاوز، وراح طويلة تجي من هنا دي مطبقة، ولا أنا سوا، لا تجي هنا دي مطبقة مقبوضة من هنا دي سوا ما في نفتحها. عندها السستتين ديل، ما بتوقع لو أنا لبستها حبسويها كذي، ما بتوقع ولا يمكن السايز ده ميديوم. أو ماي جاد اشتريت منها ميديوم، بس يا زي ما شايفين بيضاء، لازم بكون منتبه على نفسي. الطول حقتها مره راح حلو زي اي يعني other blouse. او ماي جاد حسي بجربه اوريكم لها في اللبس من غير كذي، انا حبيتها مره واحد، خلينا البس اوريكم لها. اوكي سو دي اللبسه وانا لابساها، زررت عشان اوريكم لو هي مزرره، بعدين بوريكم لو هي مفتوحه. اكيد طبعا لو انا لبستها حبلبس معاها يعني ساعه او اسواره او شغله كذي عشان تحلي اللبسه، وطرحه مختلفه لمكين. بس حس خليني اوريكم لها. حس اوريكم لو هي مفتوحه، شكله هي مفتوحه. علقوا تحت وروني رأيكم شنو، انتوا حبيتوه هي مفتوحة ولا وهي مزررة؟ ياو تدوها كم من 10؟ ولو عجبتكم ولو تشتروها، لان انا مرة حبيتها، حبيت اللون، لازم بكون منتبهة مع اللون. بس انا اللي انا حبيته هي مزررة، حسيت بها تدي نور يعني انيقة. بس يا ماي جاد شنو؟ يا انا بديها 10 من 10، حبيته مرة واحد، حسي نمشي في اللبسة اللي بعدها. اوكي الشغلة الثانية اللي اشتريتها يمكن شفتوني لان حاسة لبستها مع الهدوم البيضاء، بس هي الميدل هيل ساندلز، مرة واحدة حلوين. اوبفيسلي انا بلبس نمرة 38 او نمرة 8 او 7.5، بس دي هي مرة واحدة حلوة. مالذي فيك تلبسيها بفوق كذي كأني يعني نوري مين، أو فيك تلبسيها كذا دي، مرة واحدة تجنن، حبيتها وبديها 10 من 10، لأنه obviously لما أنا أول لما اشتريتها كنت قاعدة أقول حبرجعها ما الستايل حقتي وأشياء ده كله، بس حس لما اشتريتها لا قاعدة أفكر بشتري منها بالألوان كله لأنه مرة واحدة حلوة. وobviously تعرف إن أنا ما بحب ألبس جس يعني نعال عادية، لازم يعني يكون a little bit high heels. لانه بحب الهاي هيلز، سو حبيت انه يعني نور يمين ما طويل مره واحده ما فينا نمشي به يوميا، وبرضه يعني ما في اي حاجه يعني نور بس ميديوم، بس لايك مره واحد حلو. وشكلكم انا جنن. سو يا دي بديها 10 من 10، لمكم بيشتري منها بالوان مختلفه. اوكي سو حس حوريكم اللبسه اللي اشتريتها، هي دي تجي مع 3 اشياء، اوبفيسلي القميصه، القميص فيكم تعرفوا من يعني شيء قريب فيكم تعرفوا ان هي يعني مرة راح باردة. سو احلى حاجة تعرف ان انا بحب الالوان الفاتح، بس بشيل اللون ده بموت فيه. بس المهم اللون يجنن 10 من 10. هنا تجي معاها قبضة عشان ينور مين تقبض لك القميص كذي حلو، او تجي بلونين، اللون ده واللون ده،
وبعدين من قدام كذي تجي هنا دي طويلة وبالاتجاه الثاني قصيرة. والخامة يعني ما في نبو يعني I can't even emphasize in how يعني مرة واحد يعني باردة، وأنا بحب الأشياء الباردة. So yeah 10 من 10. تجي مع البنطلون ده، في صيص بنطلون عادي فايح بتحت، مرة واحد حلو للسمر ومرة واحد بارد. So yeah. وتجي مع الحزام ده، انا حاولت بعرف كيف بلبس الحزام ده ما عرفت يعني كيف تلبسيه. دقيقة كيف حبل يعني كيف الشخص يلبس الحزام؟ دقيقة يعني ايسي ما بعرف كيف البسه، حاولت بفهم كيف رابطنه بس ما بعرف يعني كده بس حخليه. حاولت بربطه بحركات وبعمل فيه افكار بس يعني شنو ده شكله ما حلو. يا ده تعرفوا كيف يتربط بليز علقوا تحت. اوكي سو دي القميصه وانا لابساها اوبفيسلي اول حاجه وانا لابساها حاجه ما حبيت ان هي يعني فيها تشوف الرقبه، بس لازم يعني بكون لابسه معاها كارينا او لابسه معاها قميصه جوانيه. دي ما بحب، انا ما بحب ملابس زي ده، بحب يعني كل ملابس اللي لاحظتله هو يعني اوبفيسلي كله عنده خناقات، لاني ما بحب يعني بدبل من ملابسي وخاصه في الصيف لانه حيكون في سخانه. بس يا دي اول حاجه ما حبيتها بس عجبتني لكن اكيد طبعا حخليها يعني ما حرجعها. الحزام ما عرفت كيف بربطه بس لخبطت في بعض كذا دي وخليته. يا شغله ثانيه ما حبيتها ما في، ده هو بس الاثنين الشغلتين دي ما عرفت بستخدمها كيف يعني كيف بربطه، وما حبيت انه يعني لازم بلبس معاه هدومه ثانيه. حس حبوريكم ليها سديه اوبفيسلي ما بس للبيت، يعني فيك تلبسيها برا البيت لانه اكيد طبعا انا حاطلع بها لو داري بطلع بيها ينوري مين يعني ما لازم بس تلبسيها للبيت. سو يا فيك تطلعي بيها فيك تلبسيها في البيت مره واحد مريحه، فيك تعمليها بجامه نوم اللي يعجبك انت هنا اللي يعجبك. بس المهم انا حبديها دي 8 من 10 بس لانه المسافه المفتوحه دي، او ثاني حاجه لانه ما عرفت كيف بلبس ده. فيك تلبسيه من غيره، خلينا نشوف فيك تلبسيه كده خليني اوريكم. شنو رايكم كم تدوها من 10؟ دول حبيتوها ولا ما حبيتوها؟ اكيد طبعا في منه بالالوان المختلفه، فيكم دائما تغير اللون بس يا انا بدي 10 من 10 حبيته مره واحد. يا حس انه شيء اللبسه الثانيه. اوكي سو حس حبوريكم الشغله الثالثه اللي اشتريتها وهي دي. بس لازم افتح اول انا قاعده احاول افتحها كذا قاعده اقول يعني هنا دي وهو طلع شنو بجنبها بعد دي طلع لك دي ما بعرف ليه ما قدرت افتح. او لمكم هنا يا فتحت هنا هي دي. انا اوبفيسلي فكرتها حتكون اكبر من كذي لما شفت الحجم حقتها في الموقع، انا شفتها فكرت حتكون حجمها اكبر من كذا بس لا حجمها صغير شوية. هايلايت او ماي جاد او ماي جاد او شايفينه او ماي جاد يا عمل لك عشان يريد تلمع ودي يو نو بلاش. تعرف ان انا قدر كيف او ماي جاد تعرف ان انا قدر كيف بحب البلاش. سو يا دي بدي 10 من 10 كي لمكن ما 10 من 10 لا 10 من 10
حبيته مرة واحد. اوكي سو الشغلتين دي اللي حبوريكم لها حاليا اشتريتهم مختلفين بس حبلبسهم مع سوا عشان تشوفوهم. سو لو قاعد تشوفوني قاعد اشوف برا 24 ساعة لانه الشارع الرئيسي قافلينه لانه قاعد يحاول يصلحوه. سو قاعد استخدموا الشارع بتاع البيت حقتي ده كالشارع الرئيسي. سو في عربات كثير قاعد تمشي وقاعد تجي وجوطة واشياء زي دي. سو بعتذر حاليا لو قاعد تسمع اصوات. اوكي سو حبوريكم شوفوا. شوفوا اللون شوفوا اللون يجنن. هي قميصة عادية فيك تلبسيها وهي مزررة فيك تلبسيها وهي مفتوحة. بس يا حبيت مرة واحدة. كم جبتها حجم جبتها؟ جبت صغير على قدر حجم أنا. بس يا تشبه شوية كبيرة بس لا بتوقع صغ. بلبسها بوريكم من دول هي قدري ولا لا. بس جبت منها الحجم الصغير. اللون يجنن. لكم يشتري منها باللون الأخضر الأصفر الأحمر. literally كل الشغلة فيها إن حباها. استغرب ليش مكتوب. تم تعرفوا مش بعد مرات يقول لك لو اشتريت من شين الناس اللي اشتغلوا في شين يكتبوا لك يعني ساعديني. فجأة حبيت كده بعرف إن ده مكتوب في هدومتي. بس لا ما في زلدة لمساعدتي. واشتريت البنطلون ده مرة واحد طويل. اوكي سو مرة واحد طويل مرة واحد حلو. يمكن قاعد تشوفوه وقاعد يشبه يعني خفيف صح؟ بس هو شوية ثقيل. انا كمان استغربت يعني فيك تشوفي اوبيسلي تسفي سي ثرو فيك تشوفي ايدينا تبينات ولا ما فيكي؟ فيكم؟ لا ما فيكم. سو اتس ريلي نايس لايك انا حبيته بديه 10 من 10 بلبسه وبرجع لكم بعشرة ايام. اوكي سو دي القميصة وانا لابساها. ما بعرف ليش انه اللي مذكر يعني امس لما لبستها انا كنت يعني واو القميصة دي يعني لونها حلو وحبيتها. اما حس لما لبستها ما عجبتني للدرجة دي. ما بعرف ليه لاني شبه ليه لبستها مع بنطلون اسود وقميصة سوداء. بس شنو رايكم حبيتوها؟ خلينا نوريكم البيورة. بدل بيه قدام ما حبيت بزر الايد. حبيت الايد تكون يعني فارة كده حلوة الا من هي كانت قابضة. اوبفيسلي فيكم تلبسوها هي مزررة. في الطريقتين حلوة. اوبفيسلي البنطلون حبديه 10 من 10 لان انا حبيت مرة واحد. حبوريكم لو حسي. سيدا البنطلون خلينا نرجع شوية زي ما شايفين مرة واحد طويل. سو لابس معاه كوع كلها كيد القميصة. علقوا تحت الدور عجبتكم رأيكم شنو في اللون تدوه كم من 10. اوكي سو حسيت انه الفيديو جيبه شوية طويل. سو ده نهاية الفيديو. اخر شغلة حبوريكم لها هي نظارات دي. كنت منتظرهم بفارغ الصبر. دقيقة لبس بد. نعم شنو رأيكم كم تدوها من 10؟ تخيل قاعد اتكلم مع نفر ونفر قال كلمة ما بتعجبني بعمل له. بس يا حبيت مرة واحد. حبيت ان هي تجي مقصوصة كده دي. You know what I mean? Halfway. يا بديها 10 من 10 حبيتها. المكياج حقتي شايفين اني جيبها فيها كده. Oh my god that's so nasty. اوكي حبايبي ده نهاية الفيديو. انتظروا الجزء الثاني وبوريكم الملابس الثانية جاتني. بس الفيديو ده حينتهي هنا دي. بتمنى الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو بليز ادوا احلى لايك اشتركوا في القناة وعلقوا تحت فيديو هذا اللي انتوا تشوفوها. بحبكم وبشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.